زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مرتبط بتوقيع اتفاقية كان شاهد عليها أو كان حاضر فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الاتفاقية دي بين المؤسسة، مؤسسة التمويل الدولية IFC ومصر. طبعا الاستراتيجية دي أو الاتفاقية دي ليها أكتر من يعني من جزء أو ليها أكتر من أهمية. أول حاجة طبعا هي جزء منها بيركز على فكرة تمكين القطاع الخاص، جزء آخر بيحفز من تنافسية الاقتصاد المصري، جزء آخر بيدعم الخطط التنموية اللي مصر شغال عليها ومشروعات التنمية وخلق فرص عمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين. فاستراتيجية ليها أكتر من بعد وأكتر من مستوى وأكتر من هدف. عشان نفهم تفاصيل أكتر ونعرف أهمية هذه الاتفاقية وإيه اللي ممكن تضيفه بالنهاية لخطط التنمية وأيضا للاقتصاد المصري والقطاع الخاص، بينضم لينا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم، مساء الخير. دكتور عبد المنعم، أيوة، مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة بنتكلم عن اتفاقية الحكومة. طيب اتقطع الاتصال، هنحاول نتواصل مرة تانية مع الدكتور عبد المنعم السيد، لأنه وإحنا بنتكلم عن IFC أو مؤسسة التمويل الدولية مهم أن إحنا ننتبه أن المؤسسة دي هي الذراع الخاص بمجموعة البنك الدولي، يعني مؤسسة اقتصادية ليها تقلها. هتضيف إيه المؤسسة دي لمصر ممكن تعزز من الخطط الحكومية؟ إحنا شغالين في أكتر من اتجاه، إحنا شغالين في اتجاه تحفيز الاستثمارات، شغالين في اتجاه تاني متعلق بتمكين القطاع الخاص، وده بنشهده من خلال برنامج الطروحات وبنشهده من خلال سياسة ملكية الدولة الوثيقة اللي احنا اشتغلنا عليها بشكل كبير على مدار الأشهر الماضية. رجع لينا مرة تانية الدكتور عبد المنعم السيد، مساء الخير وأهلا وسهلا. دكتور عبد المنعم، سامعني المرة دي؟ يا فندم، مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك على الهوا طبعا. واول حاجة عايزين نتعرف عليها هي أهمية الاتفاقية اللي تم التوقيع عليها النهاردة، وبشكل مختصر ومبسط ماذا تضيف هذه الاتفاقية لمجمل الاقتصاد المصري والقطاعات اللي احنا شغالين عليها؟ الهدف من الاتفاقية ديت، اولا هي الاتفاقية تمت مع مؤسسة التمويل الدولية اللي هي IFC، ودي تعتبر احد الاذرع الرئيسيه للبنك الدولي. مصر في عام 22 وقعت اتفاقيه استراتيجيه لمده 5 سنوات مع البنك الدولي، تبدا من 22 وتنتهي في 2027، الهدف منها تدعيم القطاع الخاص. النهارده الدوله المصريه عندها اطروحات في المستثمر الاستراتيجي او في البورصه المصريه لمجموعه من الشركات اللي هو 32 شركه التي تم الاعلان عنهم، وايضا هناك شركات اخرى هيتم الاعلان عنهم في الفتره القادمه. فكان لابد من وجود مستشار بتستند اليه الدوله، مستشار اجنبي يكون مصدر ثقه للمستثمرين، بحيث يكون هذا المستشار وظيفته انه يقوم بعمليه اعاده هيكله هذه الشركات واعاده هيكله الاطروحات، ويبدا خلال الفتره القادمه باذن الله يساعد في اعداد الشركات المستهدفه صراحه للقطاع الخاص، وتحسين ما يطلق عليه حوكمه الشركات. ودي مهمه جدا، لانه اي مستثمر سواء كان محلي او اجنبي عايز يشتري او يساهم في احد الشركات لابد من يكون هناك حوكمه. حوكمه يعني فصل الملكيه، ببساطه فصل الملكيه عن الاداره، اداره الشركه. وبالتالي وجود المستشار الاجنبي او احد المؤسسات الدوليه التي لها باع ولها تاريخ على المستوى العالمي، ده هيعطي مصداقية وثقل لعملية الاطروحات اللي هتتم خلال الفترة القادمة. طيب خليني امسك من كلام حضرتك نقطة ونفصل فيها، معنى كده او بتلخيص الكلام وتوضيح الكلام انه مؤسسة التمويل الدولية هتبقى جزء من عملية او جزء من برنامج الطروحات الحكومية، مش كده؟ هيساعدوا في اختيار الشركات مثلا، هيساعدوا في تحديد خطة وتيرة الطروحات، ولا هيساعدوا في ايه بالظبط؟ لا، هيساعد في اختيار المستثمر اللي يقوم بعمليه الشراء، هيقوم بعمليه تسويق جيد للاطروحات اللي بتطرحها الدوله المصريه، هيكون يعني طب معلش نقطه مهمه، يعني الدوله المصريه هي من تضع الطروحات لكنهم يساعدون في التسويق وبيساعدوا طبعا في الجزئيه المتعلقه بالمستثمر الاجنبي، وهيساعد ان الملف اللي هيقدم عن الشركه
يتقوي بطريقه جيده تتناسب مع المستثمر. يعني هو بيبقى عارف كده زي ما بنقول دماغ المستثمر رايح فين. لكن ما لهمش تدخل في برنامج الطروحات نفسه. لا 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 خالص. طيب. برنامج الطروحات برنامج مصري خالص 100%. مهم جدا. برنامج مصري خالص 100%. لا أحد يتدخل في اختيار الشركات المطروحة أو في النسب خالص. أو في أي من هذه النقاط. بالعكس إحنا اللي بنعود على هذه المؤسسة الشركات اللي إحنا عايزين نطرحها. وهذه الشركات هو بيعمل إعادة هيكلة ليها ويحضر الملف الخاص بها للمستثمرين ويساعدنا في إحضار كمان المستثمر. يعني ممكن يساعد ويشارك في إحضار المستثمرين. وبالتالي هو بصفته مستشار. ويمكن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم هي اتفاقية تقديم خدمات استشارية. أنا ليه سألت حضرتك عن النقطة دي؟ لأنه برضو مهم نشرك معنا المشاهدين وننقل ليهم تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي. معالي الوزيرة بتقول إيه؟ بتقول إنه مؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر. بموجب الاتفاقية تقدم المؤسسة الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج. ده بالضبط اللي كنت عايز أركز عليه مع حضرتك. تمام. هو أن هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية هتساعد في اختيار افضل العناصر المستثمره داخل الدوله المصريه، وده اللي احنا بنسعى ليه، ان يكون هناك ايجاد مستثمرين جادين يكون لهم ثقل ويستطيعوا ان يتم زياده القطاع الخاص، لان النهارده الدوله المصريه وفقا للاجراءات اللي اتخذتها منذ اكثر من سنه، سواء كانت بتسعى فيها لتمكين القطاع الخاص، سواء كان من خلال وثيقه ملكيه الدوله او من تعديل بعض القوانين لمشاركه القطاع الخاص وزيادة نصيبه في حجم الاستثمارات السنوية. النهارده القطاع الخاص في خلال السنوات الخمس الماضية كان بيساهم بنسبة 30% من حجم الاستثمارات التي تتم سنويا. ومطلوب رفع النسبة دي لحاجة و60%. النهارده بنحاول انه اعتبارا من العام المالي القادم ان يكون هذه الاطروحات تزيد، او هذه المساهمة في القطاع الخاص تصل من 60 ل 65% خلال الفترة القادمة بإذن الله. وده المهم، لانه في الاخر القطاع الخاص هو قاطره التنميه، هو اللي عنده القدره طبعاً على التنميه. خصوصا انه الدوله يعني ارست او عملت الاساس كده للمشروعات التنمويه، المشروعات البنيه التحتيه والمشروعات الاساسيه واللي صعب اللي القطاع الخاص يتدخل فيها او انه يشتغل فيها. تأكيد، لانه ما فيش فيها ربحيه اولا، ثانيا التكلفه الخاصه بها بتكون تكلفه عاليه جدا. لكن دلوقتي بقى يتسلم القطاع الخاص الرايه في بعض البرامج او في بعض الشركات او في بعض المشروعات عشان يضيف ليها وتتفرغ ايضا الدوله لقطاعات مختلفه وللتنميه. صحيح. في مجالات كثيره. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه. خبر مهم كان التوقف امامه.